اتفضل. حمرا عبديه مهران من دشلوط. احنا كل ان احنا عاوزينه اهل القريه والمركز والمحافظه عامه. احنا بنتكلم عن مصر كلها. تدخل وزاره الخارجيه في هذا الموضوع، لان الموضوع ده موضوع كبير. لما دم المصري يعمل فيه ان هو عمله ده موضوع حرام وما يرضيش ربنا. وبنطلب السيد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي ان احنا انتخبناك وكل الناس انتخبتك عشان تحمي كرامتنا. خساره ان شاب يجي في السن ده مواليد 90 يجي في الجنازه البشعه ان انتوا كلكم شفتوها، وده اكبر حرام ان راجل رايح ياكل عيش. فان كان دم المصري رخيص داخل مصر عمره ما يكون رخيص خارج مصر. او اتحقق معاهم او عملها مشاجره او عملها عمدا مع سبق الاسره والترصد، ما سمعناش ده. المفروض ان في وسائل الاعلام اشكركم توصلوا صوتنا لاكبر واحد في الدوله ان احنا بنطالب باكثر عقوبه على الناس دهيات، وبنطالب من المشير عبد الفتاح السيسي التدخل ويكلم وزير الخارجيه. احنا جزء من جزء مصر، والموضوع ده مش موضوع الصعيد ولا موضوع دشلوط ولا اسيوط. الموضوع ده موضوع كرامه مصر في كل مكان. يا سياده الرئيس، انت مولينا وحالف اليمين علينا، وانت اللي تقف بجوارنا، لان احنا عاوزين حق احمد عاطف ابن قريه دشلوط ان هو طالع عشان ياكل عيش، مش طالع لاكتر من كده. هوات يحصل كده هوات المأساة ان انتوا شفتوها، وملايين الناس كانت بتشيح في الجنازة قدامكم. احنا بنطالب بحقه، والحق يجي عن طريق وزارة الخارجية.